اكيد كل قصفه بقصفتها انا بترعب، رجلي على طول بقفل، ما بقدرش اتحرك، ما بقدرش اقوم، خاصه كمان معي اطفال قبل هيك وبدي اقوم اجري اجيب اطفالي، يعني هذه برضه معاناه غير المعاناه اللي انا بعانيها، غير معاناه الاحتلال، معاناه الخوف هذه اللي انا على اولادي وعلم بطني. يا ترى انا في قصف في الدار وهدموا بيتنا بعديها. طب انت حامل؟ اه. اي شهر؟ في شهري. والله وضع بنام في الشارع، هاي شايفتين زي ماني، والله وضع صعب هنا. ليش قعدتوا بالمدارس؟ هذا المكان الوحيد اللي حكونا عنه امل مكان نروح عليه. كم شهر حامل؟ الشهر السابع. كيف الوضع هنا بالمدرسة مع الحامل؟ والله الوضع مأساوي مأساوي على الاخر، هاي صوتي مبين، صدري خرب، رشح، قحة، ما فيش مية نهائيا. الاكل لما بنيجي بنغسل الاكل بالمية، بس المية نفسها كمان حتى لو توفرت انها مش نظيفة، المية مالحة. طب ايش احتياجاتك، ايش بتطالبوا؟ توفير يعني لو بيئة صحية آمنة، احنا اهم ايش تنظيف الحمامات، يكون عندنا ادوات صحية، مية، بس المية اهم ايش، المية الاساسية، انه وضع مأساوي مأساوي على الاخر.